عبارة عن في إصابة في الصدر الطرف الأيمن طرفين السفليين عملوا لسا لسا طيبين عطيك هاي الدورة طبعاً نحن هي التدبير الطبي للحالة الحربية للإصابات الحربية فبنعلم فيها المتدرب عنا كيفية التصرف في حال واجهته إصابة حربية بس طبعاً الفئة المستهدفة هون هي الأطباء والممرضين ذوي الخبرة العالية فمشان هيك رح يكون هي عنا مقسمة أول شيء لجزء نظري بعدين رح ندخل في التدريب العملي التدريب العملي بيتعلم شيء حالات مشابهة للظروف اللي ممكن يلاقيها في الإسعاف فرح يكون في عنا تدريب على دمى ومانكنات تشابه الحقيقة فرح يكون في عنا ورشة للتنفس بيتعلم فيها كيفية تحرير مجرى الهواء وإعطاء الأكسجين وفي حال توقف النفس التمديد إلى آخره في عنا الورشة الثانية اللي رح تكون ورشة فتح الوريد وريد محيطي إن لم يتمكن وريد مركزي ما تمكن الطريق البديل هو طريق العظمي كلياتها إن شاء الله بيشوفوا عمله بعدين ورشة تهيئة المصاب فبتعلم فيها الإجراءات الإسعافية الضوء المري من إيقاف نزف لتثبيت الجسر إلى نقل إلى وضعيات الأمان بالنسبة للمريض في عنا ورشة تسكين الألم بيتعرف فيها المسكنات ما هو المسكن المثالي من طرف آخر إنه راح يكون في عنده إيش هي القاعدة في تسكين جرح الحرب بالأخير رح يكون في عنا حالات سريرية مناقشة لبعض الإصابات نظرياً كيف ممكن هو يتصرف فيما لو واجهته الفرد الحالي وفق الخطة التدبير اللي اتفقنا عليها من البداية بعدين رح يكون في عنا تدريب عملي على نفس الحالات هاي في النهاية في عنا تمرين لفرز المرضى من هو المريض الأخطر كيف ممكن هو يتصرف في حال واجه عدة مرضى أو عدة مصابين موجودين في نفس اللحظة بعدين في النهاية رح يكون في عنا من ينقل أولاً وهذا التمرين الفرز الثاني في النهاية رح يكون في عنا امتحان وهو اختبار وتقييم للمعلومات التي حصل عليها الطالب خلال فترة التدريب عنا طبعاً هذا الاختبار هو نفسه الاختبار الأول فللمقارنة كيف دخلنا عنا المتدرب كيف طلع من عنا المتدرب الحقيقة هي كانت دورة كتير منيحة كان دورة كتير جيدة من ناحية العمل كان الجزء النظري كتير قصير الجزء العملي هو الأكبر وهذا الشيء بيفيدنا نحن طبعاً Thank you.